أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الأولاد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى. نعم. الأولاد كون كون ربح نبي صلى الله عليه وسلم قد جمع جيتها نقرم إساني عرب بقانا نجي أم بي أولاد قانا نجي تها أولاد كي جو نقرم نان كي من كي رب تيم كون برا من كون سري. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. نبي صلى الله عليه وسلم من كون ربينة ثلاث ذكور بينة كي برا وأربع بنات هاي من بونة كي سري. القاسم قاسم وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. قاسم نهاية الكجوب نبي صلى الله عليه وسلم محاو تجمه كرام هاكي أبو قاسم. الثاني إبراهيم تيبيكم بقوة تجمه إبراهيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده من آباء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أن أي من النبي صلى الله عليه وسلم نجمه ربقات ركا قول ربقات نم في إبراهيم في بروتية جيتان تعال ربقات نم من جمه حوثا إبراهيم. الثالث هو عبد الله في بي قول ربق نبي صلى الله عليه وسلم جمه عبد الله ويقال له الطيب الطاهر هاي كهو عبد الله نم كي طاهر ركا طيب. الإناث قول سرعي ربقات فاطمة تي موي كفاطمة وزينب تي بي كزينب ورقية ورقية تي بي وأم كلثوم وأم كلثوم تي بون. جميع هؤلاء الأولاد السبعة ماتوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كون كون ربقوا تيم ربينا كبان سلبتو نو كنو بيل دا نبي صلى الله عليه وسلم قمقوم تامين جيبت من طان سلام. إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة ستة أشهر. مين تا فاطمة رضي الله عنها تا من أخت لابان سلاب كراي نبي صلى الله عليه وسلم رحالكي رمويتها. الأولاد السبعة كل هؤلاء الأولاد من خديجة رضي الله عنها. كون تين برمبينة كون نبي صلى الله عليه وسلم كون خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم هو من ماريا القبطية. نعم لك لين تا إبراهيم تا بنوك دا كون كون ربح نبي صلى الله عليه وسلم كون ستري منه كون ماريا القبطية. نعم.